بزاف لان ديجا بعدا باش نلبسوا الملحفه ونتعرفوا على التقاليد والثقافه ديال الصحراء من الاغاني وداكشي ديالها، يعني شي حاجه اللي زوينه اللي تزيد لو شارم ديال النهار اللي تكرفصنا في الليل. زعما كاين لو غوبو كاين لا ريكومبونس. هاد لا سواغي صحراويه تتمكن كاع المشاركات باش يتمتعوا بالعادات والتقاليد ديال الداخله وديال الجنوب المغربي، اللي هما عندهم تقاليد مختلفه كتقاليد الشمال ولا تقاليد الداخل. هو بعدا من اللبس ديالهم ديال الملحفه، لان الملحفه شيء تعطي واحد زين جميل للمراه، ومنهم الموسيقى اللي اليوم دايرين موسيقى مع واحد لو جروب فؤاد معروف عالميا في موريتانيا وفي كاع، ومنهم حتى التقليد ديال اتاي ايتيو، وحتى من الاكل اليوم غادي يكون اكل ديال المكومن ديال الجمل، المكومن ديال الجمل، وحنا ما يمكنناش يجيو وما نعيشوهمش شويه اشنو هما الاجواء ديال الداخله. كمشاركات في هذا السباق ديال الصحراويه، هاد لا سواغي كتفرحنا بزاف لان لا ريجيون ديالنا كتمرحب بينا وكنكتشفوا الثقافه ديال هاد الناحيه اللي حنا كنحبوها بزاف، وكنكتشفوا بزاف ديال الحوايج وحنا فرحانين. Oh,